لا يخفي عثمان تأييده لفكرة خفض المهور وإلغاء العادات الاجتماعية المرتبطة بالزواج في البلاد، والتي يعتبر نفسه أحد المتضررين منها. أنا مع فكرة خفض المهور وكذلك إلغاء المظاهر البذخ والإسراف في المناسبات الاجتماعية. يعني الشاب يشتغل عمره كامل سنتين ثلاثة يكي يحصل عليه تكلفة الزواج، ويجبر تكلفة تكون أكبر وأكثر من اللي كان يشتغل عليه. جدل جديد على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع الموريتاني حول المهور والطقوس المكلفة في الزواج، رغم اتفاق الكثيرين على تجاوزها. مسألة غلاء المهور يلا تعود مسألة يلا نقف فيها حق عندنا، ونقف أمور جدية وأمور حقيقية، من لأن الشباب عاد يعاني بسببه، يخلق كثير من المشاكل بين الراجل ومرته. المهر اللي ينطرح على ياسر من الناس هاك، واللي ما مخليهم قا ودو عندهم رغبة باللي هاي الرواية جايين إيجابية عندهم والله شيء. الحكومة أطلقت خلال الأسابيع الأخيرة حملة توعوية للتعريف بانعكاس هذه العادات والسلوكيات على الأسرة والمجتمع، وتعهدت بإجراءات مدنية تضع حدا للفوضى الناجمة عنها. عندنا مشروع مدونة الأحوال الشخصية، وراجعين عنه اللي هو كان آخر تحيين له كان 2021، وراجعين ورك ونسعى لأنه يعود يحدد المهر من العقد، من الطلاق، من حضانة الأطفال. هذه الأمور كاملة تحددها مدونة الأحوال الشخصية، وراجعين إن شاء الله عنها لين تحين عنها تقبل هذه الأمور بشكل يعود أوضح. وتشير تقارير دولية إلى ارتفاع نسبة العنوسة في البلاد إلى أكثر من 40%، فيما تصل نسب الطلاق لأكثر من 30%. عادات وتقاليد كثيرة هنا تسببت في عزوف الكثيرين عن الزواج وفشل آخرين، مما دفع جهات حكومية لتبني القضية ورفعها لمستوى جديد لتأمين المجتمع من عواقب هذه العادات. طيب الغوث، الحرة، نواكشوط.